واخيرا ورسميا محرك 1.2 بيور تك تاع بيسا بيجو سيتروان وابل راهو مضيفه في 2024. كما كان متوقع نحاول كروا بلاستيك قلبوها حديد مع كيك موديفيكاسيون في لي بوبين في لا بومبا ايسونس ولا لا بومبا كاربيرون ولا الى غير ذلك. داروا كذلك واحد الطوندور هيدروليك من هكذا على الجنب. المهم العيب الشائع في محرك 1.2 بيور تك تاع 2008 تاع الاسترا اوبن استرا الاخرى هذه اللي تخدم الجزائر اللي كان عيب يتعلق بلا كروا دو ديستريبيسيون اللي سميوها احنا لا شان بلاستيك. نحاول شان بلاستيك نقلبوها شان حديد بكل بساطه لي زاب راكم ولا بلي بينيون في البلوكات تحت ولا بلي بينيون. المهم بوك عادت شان حديد قاعد الموتور كيما هو يعني التعديلات اللي عدلوهم بعد بعض التعديلات المتعلقه بلي طوندور بالكاراج اللي مهم دو كاراج. المحرك عاد هو قاعد يعني بتقريبا نفس الكيلاصة لو ميم بلوك لا ميم بومبا او لا ميم بومبا لويل. Il s'agit juste de nahaw des pignons تاع la courroie plastique دار لي بينيون شان حديد. وبالتالي المحرك هذا اول مره صدر بنسخه 1.2 بيور تك كيما نقولوا حنا 110 حصينه ومن هذيك ولا رجعوه 130 حصان. بقات الناس تشكي من لاكروا دي ديستريبيسيون لاكروا الدور الداخل مع الزيت كذا كذا كذا. المهم المصنع درك الخطا واش عمل نحق لا كروا تاع البلاستيك دار شان حديد. كان حتى ناس اللي عاشوا تجارب ماشي مصنعين ميكانيكيين محترفين وداروا العفسه هذه ونجحوها وصلحوها يعني كيما نقولوا حنا بالمويان تاعهم العادي خلاص. الحمد لله مبروك على جماعه البيرتك. الحاجه اللي نقدر ناكدها المحرك هذا حساس ما نقولش ماهوش حساس الا انه الميزه اللي فيه محرك قوي قوي, قوي جدا يعني في واحد لاربريس قلت روالي ما تقولش 1.2. وبالتالي نصحوا الجماعه اللي راهم كاسبين المحركات هذو انه ما يفرسيوش على جال باش المحرك يعيش لانه الهدف في اوروبا هم يصغروا المحركات علاش على جال كونسوماسيون دو كاربيرون مينيزيوها وعلى جال زعما يحافظوا على محركات صديقه للبيئه. هذه الرهانات تاعهم هما. احنا بلادنا سورتو كاين تضاريس جبليه واعره طلعات عقبات وبالتالي ننصحوا الجميع اللي كاسبين مثل هذه السيارات ولا مثل هذه المحركات انهم ياخذوا الحيطه والحذر يسيسوا على المحرك. المحرك لازم تسيس عليه لانه ديفو الرئيسي فيه اللي هو لاشين هذيك تاع البلاستيك راه منحاوه. هذا نحكي على ان دو بيرتك. وبالمناسبه قبل حوالي 72 ساعه حكينا مع الموضوع هذا مع الجماعه مع محمد شوقي علق كلك فيها تحسينات والحمد لله كيعادوا فيها تحسينات. والسلام عليكم.